صباح الخير لجميع مشاهدي الإخبارية السورية وين ما كنتوا عم تتابعونا. مواضيع عديدة ومتنوعة دائما رح تكون ضمن فقراتنا لليوم يلي بنرصد فيها أبرز الفعاليات والنشاطات اللي عم تصير بالبلد رغم كل الظروف الصعبة، لكن هي الظروف الصعبة ما بتساوي شيء أمام تضحيات رجال الحق، رجال الجيش العربي السوري. فتحيتنا الدائمة لرجال الجيش العربي السوري. وقبل ما نبلش صباحنا بدي صبح على زميلتي سلمى. يسعد صباحك. يسعد صباحك نور، صباحك خير يا رب على طول، وأكيد صباح الخير لكل مشاهدي الإخبارية السورية بهي الحلقة الجديدة من برنامجنا صباحنا غير. كل يوم بتمام التاسعة صباحا عم نطلع عليكم من هالأرض من دمشق عاصمة الياسمين لروح سوا بجولة على عدة مواضيع بتهمكم. ودائما وأبدا تحيتنا لأبطال الزمان والمكان، أبطال الجيش العربي السوري. لكل يلي عم بيتابعنا اليوم بنحب ننوه أنه صباحنا غير مو بس على هواء الإخبارية السورية وأيضا على هواء إذاعة فيوز اف ام يلي رح يكونوا اليوم اثنين من الإذاعة ضيوفنا لنسلط الضوء على التحدي الجديد يلي عم بيقوم فيه الإعلام السوري لا تسجيل اسم سوريا بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. فكونوا معنا على السمع وأيضا كونوا معنا مباشر. فاصل صغير وبنكمل باقي محطاتنا. سلمى مثل كل يوم بداية رحلتنا الصباحية مع جولة على آخر الأخبار المنوعة، والبداية من فرنسا وتحديدا من باريس. فقد قررت إقامة جدار من الزجاج المقوى يبلغ ارتفاعه 8 أقدام حول برج إيفل في باريس. فقد ترى القوى الأمنية أن المعلم الشهير ما زال يمثل هدفا رئيسيا للإرهابيين. وقال مسؤولون أن التهديدات الإرهابية ما زالت على أشدها في باريس، ويجب أن تكون المواقع الأكثر عرضة وفي مقدمتها برج إيفل موضع إجراءات أمنية خاصة. وأضاف لدينا 3 أهداف وهي تحسين المظهر وتسهيل الوصول إلى البرج وتعزيز حماية الزوار والموظفين. ولن يغطي السور المضاد للصواريخ الباليستية برج إيفل فقط، ولكن أيضا الحدائق المحيطة به، كما سيتم تحديد نقاط الدخول ما يسهل عملية المراقبة، وأن الزوار سيضطرون للمرور عبر نقاط تفتيش للدخول إلى المعلم الشهير ومحيطه. وتقول التقارير أن تكلفة إنشاء الجدار ستصل إلى 20 مليون يورو، والتي ستكون جزءا من تكلفة تجديد برج إيفل التي ستبلغ 300 مليون يورو. بينما رحب الكثيرون بهذا المشروع، اعترض عدد من السياسيين على إنشاء الجدار، معتبرين أن هذه التدابير من شأنها أن تشوه الجوانب المعمارية للمناطق المحيطة بالبرج. يعني يمكن نور بظل هي التهديدات الإرهابية اللي صارت عم بتطال جميع خلينا نقول العواصم العالمية أو عم ترتد على العواصم العالمية بالوقت الحالي، كتير مهم يمكن حماية صحيح. الآثار بالرغم من أنه خلينا نقول المواثيق الدولية نصت على عدم استهداف المواقع الأثرية، بس باعتبار الإرهاب اللي عم نشهده بهذا لا يعرف لا حجر ولا بشر. تماما، ومن أساس يمكن الخطط الموضوعة له هو ضرب المعالم الأثرية، وهذا ما تعرضنا له ونحن في سوريا، يعني كانت هي الحرب وما زالت لضرب الحضارة والفكر السوري، فأول ما تم استهدافه هي المعالم الأثرية. خلينا ننتقل سلمى لخبرنا التالي وبيحكي عن أحدث الدراسات العلمية التي تفيد أن الأطفال الأوائل في العائلة هم الأكثر ذكاء وأشقائهم الأصغر سنا. يعني وقد خاض خبراء الاقتصاد في جامعة إدنبرا نقاشا قديما وخلصوا إلى أن المواليد الأوائل يحصلون على معدل أعلى في اختبارات الذكاء في عمر عام واحد من أشقائهم. وفسر الباحثون هذا ليش نور؟ النتائج بأن الطفل الأول يتلقى المزيد من التحفيز العقلي ودعم تنمية مهارات التفكير من والديه من خلال سنوات عمره الأولى.
وقامت الدراسة التي أجريت بالشراكة بين شركة أنيلزايز جروب وجامعة سيدني بفحص بيانات الأطفال الأمريكيين التي جمعها المكتب الأمريكي لإحصاءات العمل. أكيد رح يكون أكثر ذكاء لأنه الاهتمام بيكون في غير أول طفل، فهذا الطبيعي. أنا بحس لا، يمكن نور من فترة قريت دراسة بترتبط يمكن بهذا الخبر، بتقول أنه الطفل الأول بالعائلة بيتلقى كثير من المعلومات باعتباره تماما، مو بس بيتلقى وبيتحمل كثير من الضغوط بعد ما يجوا أخواته، فدائما الضغط النفسي بيساعد الإنسان على ابتكار حلول. ابتكاره لهي الحلول بتأدي إلى أنه بينضج بسرعة وبيكون في عنده قدرة على التفكير بسرعة. فهنا لا، حرام، مو بس لأنه مدللين، لا مو بس الدلال الزايد، لأنك أنت بتهتمي بكافة تفاصيله، مو الولد عندك يا أول ولد، يعني إن كان من خلال التعليم، إن كان من البيئة المحيطة، حتى الأماكن اللي لازم تاخدي عليها. الولد الثاني بيكون عندك خلاص صار يمكن شيء سابق، شوي شوي. بس دائما ألز ولد هو أصغر ولد بالعائلة. أكيد أنا وياكي متفق على هذا الشيء. أكيد. خلينا ننتقل لخبرنا التالي وإلى الصين وعالم التكنولوجيا التي تعزز العالم بقوة. فقد تمكن خبراء صينيون من صنع أول روبوت صحفي في العالم قادر على كتابة المقالات. وأفاد موقع شاينا نيوز أن الروبوت الجديد استطاع كتابة أول مقالة صحفية له، وبذلك يصبح أول روبوت صحفي في العالم ينجز المهمة الموكلة إليه، حيث كتب نصا مؤلفا من 300 رمز كتابي في ظرف ثانية واحدة. أحد العلماء الذين ساهموا في صناعة هذا الريبوت أكد أن هذا التطور الجديد لا يعني أن الريبوتات ستكون محل الإنسان في الأعمال الصحفية، فهذه الآلات قادرة على كتابة الكلمات والرموز كما أنها تكتب النصوص القصيرة والطويلة أيضا، لكنها غير قادرة على إجراء المقابلات الصحفية أو طرح الأسئلة على الناس، فهي مبرمجة للقيام بالمهمات البسيطة فقط. يعني نور، تهديد جديد لكل صحفي يمكن اليوم، ولكن تهديد منقوص باعتبار دائما العقل البشري هو الصانع وهو المخترع. صحيح. فبظن انه قد ما قدر هذا الروبوت يكون سريع بالكتابه، مستحيل يقدر يمكن يستنبط. ما رح يكون عنده المفرده، يعني انت دائما عندك المفرده لكل صحفي بتميزه او الاسلوب، اما هو رح يقوم بمهمات اخرى. فانا دائما انا وياك في عندنا دراسات حول هذا الموضوع، دائما بقول لك انا مع ريبوت بس بتنظيف المنزل او بالطبخ. خلينا هلا سلمى ننتقل لفقرتنا التاليه. معلومات كثيره حوالينا، منا بنعرفها ومنا ما بنعرفها، خلينا نتعلم كل يوم معلومه جديده ضمن فقرتنا التاليه. هل تعلم؟ معلومات كتيرة ممكن تمر بيومنا ومنحب نستذكرها، ومعلومات منجهلها ومنحب نتعرف عليها. هل تعلم أن النوم باللحاف يمكن اعتباره عادة بشرية، وأغلب الناس لا ينامون إلا بوجوده؟ وهل تعلم أن الشخص الذي يرتدي نظارات طبية غالباً يكون يملك عينين جميلتين بحسب نتائج الاستطلاعات التي أجريت حول العالم؟ وهل تعلم أن الرقم 13 يصنف من أكثر الأرقام المشؤومة في العالم لارتباطه بالشر في مجموعة من الأحداث حول العالم؟ وبعد هاي المجموعات من المعلومات خلينا نروح سوا لمجموعة كتير من الأحداث يلي بتصير بيومنا العادي وعبر الزمان. كتير منا بيكون مفاصل هامة بحياة الناس، مثل كل يوم بروح سوا لقراءة سريعة وبنشوف شو تسجل اليوم من أحداث بـ 13 شباط بالتقرير التالي. لكل يوم أحداثه وأخباره، منها ما يكون بصمة في سجلات التاريخ وأخرى تمر مرور الكرام دون أي أثر يذكر. في مثل هذا اليوم من عام 1258 سقوط بغداد على يد المغول بقيادة هولاكو، وفي عام 1668 إسبانيا تعترف بالبرتغال كدولة مستقلة، وفي مثل هذا اليوم من عام 1795 تأسيس أول جامعة تابعة لولايات أمريكية في الولايات المتحدة وهي جامعة ولاية كارولينا الشمالية، وفي عام 1920 عصبة الأمم تعترف بحياد سويسرا وهو الموقف الذي تبنته سويسرا على مدى قرون. ومن أبرز الشخصيات التي أبصرت النور في مثل هذا اليوم من عام
1910 ويليام شوكلي، عالم فيزياء أمريكي حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1956. أما أبرز الوجوه التي غيبها الموت عن عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 1883، ريتشارد فاغنر، موسيقي ألماني. والثالث عشر من شباط هو اليوم العالمي للإذاعة الذي أقرته اليونسكو في 11 من تشرين الثاني لعام 2011 للاحتفال بدور الإذاعة عالمياً. صباحنا لسه بأوله، ويمكن سوا نشهد خلال ساعاته القادمة على أحداث تغير مجرى التاريخ. معكم سعيد. من دمشق وتحديداً في صالة ألف نون بدأت فنون وروحانيات جدلية جديدة تجمع الفنانين جمعة نزهان وغزوان علاف، ويستمر المعرض حتى 28 من الشهر الجاري. وأيضاً تضم صالة ألف نون تدريبات مستمرة للطلاب ضمن مشروع الذي بدأته بالتعاون مع وزارة التربية. نتعرف على تفاصيل هالمشاريع الفنية التربوية وغيرها. أكيد بيصيرنا نرحب بالاستوديو بالفنان وصاحب صالة ألف نون الفنان بديع جحجاح. يسعد صباحك، أهلاً وسهلاً فيك. صباح الورد. يسعد صباحك. كالعادة عودتنا صالة ألف نون دائماً باحتضان الفن والفنانين. خلينا نحكي بالبداية عن الجدل الخامس ونعرف المشاهدين عنه. الجدل الخامس هو استكمال لمرحلة الجدليات اللي بدأتها ألف نون، وروح الجدل اللي هي إلى علاقة باستقطاب الفنانين اللي موجودين بكل الجغرافيا السورية، وعبارة عن حوارية بتتم بين العالم ثلاثي الأبعاد اللي علاقة بالنحت وعالم اللوحة المسطحة أحيانا، لكن هي حالة التلاقي ما بين الجمهور الفني الخاص بعالم النحت أو جمهور الفني الخاص بعالم اللوحة أو جمهور ألف نون الثقافي، واللي هو صار عنده قاعدة واسعة اليوم بعد إطلاق ألف نون اللي تقريبا حيصير عمره سنة. هي كل هاي الدلالات إلى علاقة بقدرتنا نحن على الوقوف في وجه هذه الهجمة السوداء، ونحن نقول إنه مجتمعنا السوري هو ولاد، مجتمع ولاد، ومثل ما بتعرفوا إنه نون هي عبارة عن رحم يحتضن مفردات مختلفة تساهم في وعي سوري مختلف. يعني نعم. هذا ببساطة جدل الخامس بيجمع الأستاذ جمعة النزهان اللي إجا هو ضمن ظروف كتير خاصة وقسرية وعملية تهريب للوحاته، وكان اللي هو كان يرسم خفية عن المنظومة الداعشية اللي هي بتحيط بمنطقته وبتسيطر عليها. هو قرر إنه يهجر هذا المكان لأنه هو روحه تعبت وحالته النفسية كلياتها، يعني فحب يقاتل من خلال هذا النزوح لداخل الوطن ويعيد تشكيل هذا الحلم من خلال شفته يمكن اللوحات، من خلال التقرير اللي عملتوا لنا اياه وساهمتوا معنا الحياة في هذا النضال اللي احنا عم نقوم فيه، لانه انتم جمهور عظيم بالنسبة لنا بينونا تماما. واستاذ غزوان علاف هو من دمشق طبعا، اثنين متميزين جدا لانه اعتادت ألف نون دائما تقدم تجارب نوعيه تحكي دائما قصص ورسائل وطنيه بتساعد الانسان انه ترمم هذا العطب الروحي من خلال هذه الحرب المارقه ان شاء الله. نعم، يعني رح نشوف هلا بعد قليل مشاهد من اعمال الفنان غزوان علاف وايضا الفنان جمعه نزهان. يعني هي الاعمال يمكن كانت العنوان تبع الاستاذ جمعه هي مدن نسكننا ولا تسكننا، وهو عم بيعبر عن رحله التهجير القصري اللي مر فيها بدير الزور. اكيد نوجه له تحيه. هذا التزاوج بين الفن دائما بيكون في عندك اختيار معين لشخصيات فنيه مثل ما قلت من المحافظات السوريه جميعا ليكون عنا هي النتائج اللي بنشوفها بالنهاية. كيف تم اختيار هذا التزاوج هاي المرة؟ أهم شيء نحن اليوم كرحم ألف نون أبعد من فكرة صالة. صالة بتعرفي بتعرض لوحة أو عمل نحتي وفكر اقتصادي له علاقة ببيع لوحة أو منحوتة، لا، نحن اليوم ألف نون هي وعي مختلف، وعي جديد بيحكي تماما بأنه هذا الفن المؤنسان اللي له علاقة بالبعد الوطني والإنساني. وأنا بقول دائما أنه كل جمال لا يوجد خلفه أنسنة من نوع خاص
يفتقد إلى الجماهيرية ويفتقد إلى علاقته بالمجتمع. فهذا أحد أهم أهداف ألف نون، زائد أنه ألف نون دائما بتضوي على الفنانين اللي هن ما إلهم حظ أحيانا يفوتوا على الصالات، لأنه أنا واحد مثلا من الزملاء الصالات إلى رتم اقتصادي فما هي متاحة لكل الناس، وعادة الصالات بتكون هي محصورة ببعض الأسماء. لا، ألف نون هي عمليا مبنية لأجل الفنانين. يمكن هذا اللي لاحظناه يعني من خلال تسليطنا الضوء على جميع الفعاليات والنشاطات اللي عم تكون فيها الصالة، وما صار لها سنة لاحظنا هذا الشيء، لأنه عم تحتضن جميع الفنانين جميع المشاركين، ما أنا موجهة يمكن لفئة محددة، موجهة للكل بشكل عام. تماما، كل حدا اليوم عنده مشروع أو عنده فكرة نوعية تفيد في الحال الجمالي المؤنسن فهي مرحب فيها في رحم ألف نون. فبيوت تسكننا ولا نسكنها هي دلالات إلى علاقة بالهجرة، يعني نحن اليوم عم نحكي عن هذا العنف الفكري أو نحكي عن العنف الجسدي من خلال لوحة أيام بتشوفيها فيها مفارقات لونية ساحرة جدا قريبة من الحلم، فجأة بتنقلك على العالم له علاقة بالأبيض والأسود والرمادي، بتذكرك بالدخان، بتذكرك بهذا الحالة الغير مرئية، يعني هذا اللون اللي بيختفي وراه مساحات ضبابية جدا بتخليك تفتشي عنها. فهي عمليا المسافة اللي قطع جمعة من منطقته في دير الزور لدمشق. هلأ دمشق بتعرف في مساحة مفتوحة، ودمشق هي رحم يحتضن كل المفردات الإنسانية اللي إجت على دمشق، فأصبحوا دمشقيين أصلا، أصبحوا كلياتهم يعني عمليا دمشقي الهواء. فلذلك اليوم أنا مثلا ابن العدية مثلا، وجمعة من دير، وأستاذ غزوان من دمشق، كان من فترة من السويدة، وكانوا مجموعة حلب. هذا هو اليوم نحن اللي عم نقول أنه اليوم كل صالة اليوم ما بعد الحرب لا يوجد لديها مشروع مؤنسن يحكي عن فكر وطني جديد برأيي يشوبها النقص. فلذلك لابد من إيجاد مشاريع نوعية أهمها أنه نحن ننسن آدم، يعني آدم اليوم كتير في بني آدمين، لكن الأنسنة هي مشوار له علاقة بالوعي وتراكم الفكر المختلف والثقافة النوعية. فلذلك ألف نون مثل ما شفتوا في حشود كبيرة، يمكن يعني سلمى كانت موجودة. ثانيا في جمهور مختلف، يعني عادة اعتدنا أن الصالات يجيها نخب من الفنانين، نخب من الأشخاص هن نفسهم بيتكرروا بكل المعارض. لا، نحن منحاول دائما وأبدا أن يكون في اختلاف في هذا الجمهور. وأنا فاجأت أصدقائي اليوم بفرقة المركز التربوي اللي صار اسمه على اسم المرحوم ممتاز البحرة، اللي يعني اللي هو أساس في ذاكرتنا التشكيلية. فأنا كنت بزيارة لهنيك الأستاذ موفق مخول، بوجه له تحية وبصبح عليه هو وسيادة الوزير، لأنه كمان في عنا مشروع كتير حلو مع بعضنا حنحكي عنه يمكن هلا بعد شوي. حبيت الأولاد كتير أنا، وقلت لحالي ليش ما أدمج هالولاد مع الفن. المشروع المحترف اللي له علاقة بعالم النحت واللوحة. فكانت فرصة، لأنه إحنا دائما بنقول جسر، فهذا التواصل. الدوران هو دوران تصاعدي، علاقته مع الآخر هي علاقة إنسانية، ما لها علاقة لا في الطائفة ولا في المزاج، ولا إلى علاقة في قضية عادلة. نحن كلياتنا سوريين منشوف بعض بنفس المستوى، الفرق بيننا هو المنسوب الثقافي، لكن لا يؤثر بالحالة الإنسانية. نعم، يعني أستاذ بديع، نحن كنا متواجدين، كاميرا الأخبارية السورية رصدت هاي الحالة، ويمكن كانت حناجر الأطفال وسيلة جذبت سمع كل اللي كان موجودين. خلينا نروح نشوف موطني من حناجر الأطفال ونرجع سوا لنكمل حديثنا. Thank you.
عم نشاهد مع بعض بعض الأطفال المشاركين بمشروعك أستاذ بديع. خلينا نحكي عن هيدا المشروع، تعلم الأطفال، تبني الأطفال قديش مهم فعلا، إن كان بالفن بالموسيقى بجميع أشكاله. وشوفي أنا بمشاريعي بالإجمال بدقق على فكرة الاستدامة، يعني نحن ما لنا بصدد نعمل مشروع ونزقف له ونكتب عنه صحفيا ونطالع الأشخاص على التلفزيون، لا، نحن دأبنا بمشاريعنا أنه خلال هذه السنة عملنا كالندر سميناها كالندر 2017 فنانون من سوريا. هذه الكالندر تشاركوا معنا الفنانين، كان كل حدا له علاقة في لوحة وجملة تؤثر في الوعي العام الإنساني، بحيث أنه المجتمع السوري يتعرف على فنانين خلال اللوحة ويقرأ هذه الجملة اللي هي ممكن تحاكي ضميره وتحاكي إنسانيته. هلأ وقت نجح معنا المشروع، طبعا احنا مجموعة بشي 2000 كالندر وزعناها مجانا للمجتمع الأهلي المدني بكل سوريا ضمن الجمعيات الأهلية اللي احنا بنعرفها والناس حكت عنها، فنحن بدون ما نتعرف عليها 100% كان كافي انه يقول لي انا من جمعية بحلب او من اللاذقية او من طرطوس او من السويداء لحتى انا اثق فيه وابعت له الكمية اللي لازمته، فهو بامكانه يهديها لناس تدفع له مصاري لدعم الجمعية او يبيعها بالبازار. الغاية هي كانت فقط دمج الفن مع المعرفة بمساحة أوسع، ليس عن طريق ألف نور فقط ولا عن طريق المكتبة، إنما عن طريق ناس مهتمة بتحب شيء له علاقة بالمجتمع الأهلي. هلأ وقت نجحت هاي التجربة قلت لحالي ليش لحتى أنا خليها على هذا المستوى فقط على مستوى الفنانين المحترفين، أنا رح أبدأ بإنجاز فنانين من صف أول أطفال إلى صف بكالوريا. فاخترعت فكرة ألوان وأفكار من أجل السلام، وحكيت الحياة مع أستاذ موفق وحكينا مع سيادة وزير التربية، نصبي عليهم جميعا لأنه هن جماعة أكثر من رائعين يعني، وأنا كتير سعيد فيهم لأنه القطاع الخاص وقت اللي ينسجم مع القطاع الحكومي وبيكونوا هن على نفس الوتيرة الثقافية بتخلق تشاركية، العلاقة في بذرة جميلة بتولد من شجرة نحن بنحلم فيها لاحقا. فلذلك ألوان وأفكار من أجل السلام هي على فئتين، فئة ألف صف أول لسادس وفئة بي سابع لبكالوريا، كل حدا بده يرسم لوحة من وحي التسامح إلى علاقة بمشرقيتنا نحن، إلى علاقة بكم العاطفة اللي نحن حبيناه، لأنه أنا برأيي أنه المفردة السورية هي مفردة علمانية مؤمنة بالعلم والمعرفة ومؤمنة، لأنه كل هذا الكم الميثولوجي المعرفي الديني من خلال الإسلام والمسيحية وغير أنماط دينية هي تساهم في أنه الارتقاء في روحيا. فلذلك نحن بتوقع أنه هذه الحرب ستنتهي بإذن الله قريبا بهمة المثقفين وبهمة المفكرين وبهمة أبطال جيشنا العظيم وبهمة قائدنا اللي هو مازال ثابت ومصر على أنه إحنا اليوم بدنا نرجع نبنيها بلغة مختلفة. جيشنا نحن في ألف نون يؤكد على فكرة الجمال وتلازمه مع الفكر، وقت المقول الجمال من خلال اللوحة أو المنحوتة نرفق معه النص، لأنه أنت بتعرف الكتاب المقدس هو إجا ليس صور، إجا هو عبارة عن كلام. فالكلمة اليوم هي كتير إلى تأثير بمجتمعاتنا. لو بتقولي مثلا كلمة غزوان بالأفرزنامة بتقول كل قبلة هي وعد وموعد. شوفي قديش مثلا جمع النزهان بيقول انه بما معنى بيوت تسكننا ولا نسكنها، مثلا هو مازال متعلق بهذا الجدار اللي كان عليه صورة امه. فلاحظي انت اليوم دغري رسمت اللوحة من خلال المفردات ومن خلال الكلمات، مثل بتنتجي فيلم هو السيناريو محكي والى اخره. فلذلك نحن اليوم من خلال شاشة الاخبارية بنقول انه هذه اللوحة اللي بيرسمها الطفل بده يقلبها على الخلف ويتشارك فيها مع العائلة لإيجاد جملة تؤثر في الوعي الاجتماعي ويكون إلى تأثير. ألف نون رح تمنح جائزة 10,000 ليرة لمعدل 60 طفل أو 100 طفل متميز، ورح تعمل معرض جوال تبدأ من دمشق مكتبة الأسد ثم في كل محافظات سوريا، زائد حتعمل حفل له علاقة شتون لهدول الأطفال الموسيقيين، رح نعمل إخراج لحالة حفل وهيك بعض الكلمات الخطابية تحكي على التفاعل القيم الجديدة اللي هي الجسر تبعها جسر جمالي تقود اللوحة والمنحوتة ومعرفي تقود الجملة المؤنسنة
المهمة. أكيد أستاذ بديع، أكيد نحن رح نكون دائما على تواصل مع حضرتك ومع كل مشاريع الفنون والروحانيات بألف نون. نشكر حضرتك كثير على وجودك معنا، وأكيد الشكر الكبير لكل سوري اليوم عم بيحاول يمد إيده ليعمل جسر فن وجسر لبناء المجتمع المتعافي دائما. شكرا كثير لحضرتك. الشكر موصول لكم لأنه أنتم شركائنا الحقيقيين، أنتم الإعلام، يعني نحن كثير ممنونين. صباح الخير للجميع. أستاذ بديع جحجاح الفنان التشكيلي، شكرا لوجودك معنا، وأكيد نوجه التحية لكل القائمين على صالة ألف نون والجهود المضاعفة اللي عم تقوموا فيها ضمن ظروف استثنائية عم تعيشها البلد. شكرا كثير لك. شكرا جزيلا. أما هلا مشاهدينا بننتقل لتقريرنا التالي. في إطار خطة التعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف، عقدت ورشة العمل الوطنية لقطاع التربية، ركزت على حقيقة مبدأ ديمقراطية التعليم ووضعه في متناول الجميع. تفاصيل أوفى بتقرير زميلتنا لينا شيبون. إيمانا بأهمية حماية الأطفال وتقديم الدعم النفسي لهم في ظل الحروب التي تشهدها سوريا اليوم، عقدت ورشة العمل الوطنية لقطاع التربية، وذلك في فندق الشام بدمشق. الآن أطفالنا أحوج ما يكونون إلى هذا الدعم النفسي. الآن تم إطلاق هذا الدليل، هو دليل على مستوى دولي معتمد في أعلى المستويات العلمية. سيتم تدريب جميع المرشدين النفسيين والاجتماعيين في جميع المدارس على هذا الدليل لنصل إلى كل أطفال الوطن. التعاون هيستمر في تأهيل المدارس وتدريب عدد أكبر من المعلمين. أيضا أهم حاجة الفئة، منهاج الفئة ب ومنهاج التعلم الذاتي، إلى جانب طبعا تعاوننا المستمر في العودة، في حملات العودة إلى المدارس والوصول إلى فوق المليون طفل بالقرطاسية المدرسية والحقائب المدرسية. تم خلال ورشة العمل إطلاق مشروع الدليل الموحد للدعم النفسي والاجتماعي في حالات الطوارئ، الذي تم إعداده بالتعاون بين وزارة التربية ومنظمة اليونيسف، ليكون مرجعاً يطبق بكافة المحافظات السورية للوصول إلى أعلى مستوى متاح يحقق الفائدة للأطفال في سن التعليم. هي جهود لطالما كرست في سوريا أول أبجدية في العالم لتكون منارة التاريخ والحضارة على مر العصور. أما هلا وصلنا لنشرتنا الثقافية وأولى أخبارنا لليوم من محافظة درعا، فبهدف تنمية المواهب وتشجيع وتعزيز الجهود المبذولة في ظل هذه الأزمة التي تتعرض لها سوريا، أقام فرع درعا لمنظمة طلائع البعث العربي الاشتراكي بالتعاون مع وزارة الإعلام دورة إعلامية مختصة للطلاب الطلائعيين، وذلك في مدرسة الأنشطة الطليعية في درعا تحت شعار إعداد إعلامي صغير. تفاصيل أوفى بتقرير مراسلنا رامي الشاعر. تستهدف شريحة الأطفال في الصفوف الرابع والخامس والسادس، طبعا لتعزيز مواهب الطفل في مختلف أنواع الإعلام وحملها على الخلق والإبداع. إقامة هذه الورشات بشكل مستمر. سعدنا جدا بإقامة هذه الدورة للرفاق الطليعيين بشكل عام، وبخصوصا لدورة الإعلام الصغير، فريق الإعلام الصغير، حافز كبير لصقل شخصية أطفالنا وخصوصا في هذه المرحلة. 6 أقسام في عنا، عرفنا الأطفال فيهم إن شاء الله، يعني ما شاء الله إجانا في إقبال منيح على هاي على قسم الإعلام. أنا بدي أكون مراسلة لأني حبيت هاي المهنة، بحب إني أكون مذيعة لنقل كلمة الحق، بحب هاي الدورة مشان بس أكبر أصير إعلامي وأنقل الخبر بشكل صحيح.
شهدت بيت السحيمي بالقاهرة افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان القاهرة الأدبي تحت شعار المرأة حبر الكتابة، وتستمر فعاليات المهرجان حتى 16 من الشهر الجاري. المهرجان تم الافتتاح بحفل موسيقي للفنان الألماني توبياس روجير، تضمن عزف عدة مقطوعات موسيقية تلتها كلمة للروائي المصري الكبير إبراهيم عبد المجيد. وشارك في ندوة الافتتاح الأديبتان مها حسن من سوريا والأديبة المصرية منصورة عز الدين. يستضيف المهرجان هذا العام 50 كاتب من 18 دولة، وتستهدف الدورة الحالية إلقاء الضوء على أدب المرأة بشكل خاص. وبعد هالمجموعة من الأخبار الثقافية يلي كل يوم بتكون محطة ثابتة بصباحنا غير، حنروح سوا لفقرة مميزة. لا، حنروح بالبداية لفاصل صغير ونرجع لنكفي باقي فقرات صباحنا غير. نرجع سلمى لفقرتنا المميزة لليوم، ودعما لملف ترشيح دمشق لتسجيلها ضمن شبكة المدن المبدعة لدى اليونسكو لعام 2017، تتأهب إذاعة فيوز اف ام لإنجاز التحدي الخاص بدخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك من خلال بث أطول برنامج إذاعي حواري في العالم لمدة قد تصل أو تتجاوز 81 ساعة من البث الحي والمباشر في اليوم 25 من شهر شباط الحالي. وأكيد لنضي أكثر على تفاصيل هذا المشروع بيصيرنا رحب بالاستوديو بمزنة الأطرش المسؤولة الإعلامية والمخرج معتز الكود، وهو مخرج التحدي. يسعد صباحكم، أهلا وسهلا فيكم. اهلا وسهلا فيكم، اكيد صباح الخير لكل مين عم بيتابعنا اليوم عبر شاشتنا الوطنيه، اكيد ولكل مين عم يسمعنا كمان باعتبار صباحنا غير ايضا على هوا فيوز اف ام. اكيد كمان بنصبح على المستمعين اللي عم بيسمعونا، واليوم فيوز اف ام حبت تكون معنا بنقل مباشر لكل الحلقه بصباحنا غير، لحتى كمان ننقل صوتكم، صوتكم كثير حلو اللي عم بيوصل لقلوب كل المشاهدين ولكن عبر المستمعين اللي متواجدين بالسيارات. نحن اليوم كثير سعيدين فيكم، يمكن هي الرساله الاساسيه للجميع، يمكن المحطات والإذاعات الوطنية المتواجدة ضمن ظروف استثنائية عم نعيشها، وهون التحدي اللي بدك فيه، أنت المخرج الأساسي للتحدي، من وين إجت الفكرة؟ كيف إجت الفكرة؟ هلأ ركان الخضري الإعلامي، ركان الخضري صديقي، فكنت عنده بالاستوديو وبالإذاعة واقترحت عليه أنه نحن نعمل جينيس بأطول برنامج إذاعي. كان المقرر 60 ساعة، بس لبين ما نحن قررنا نبعت لجينيس في حدا إسباني، مذيعة إسبانية عملت 80 ساعة، كسرت الرقم ب 80 ساعة، فصار شيء صعب. فهو حب الفكرة، وهو كان عم يفكر بهيك شيء، خبرني إنه كان براسه هيك شيء، بس كنا عم ندور على بعض، يعني بالأخير أنت بدك حدا تثقي فيه، لأنه إذا هو فشل أنا فشلت، إذا أنا فشلت هو فشل. فبدك حدا تحطي ثقتك فيه لحتى تكملي ال 81 ساعة. يعني إن شاء الله نحن بنقول إنه بيكون وشنا خير عليكم، وباعتبارها يمكن أول ظهور لكم إعلامي بمحطة على قناة وطنية، أكيد بتعتز بكل سوري وإعلامي وبكل موهبة. أكيد بدنا نقول إنه يا رب هذا التحدي بيكمل وكل مواضيعكم بتكون حلوة. وبهذا الخصوص بدي أسأل مزنة، خلينا نحكي باعتبارك المسؤولة الإعلامية، كيف بلشتوا تنسيق خلينا نقول لحملة هذا التحدي؟ اكيد نحن بالاخير ما في عمل بيكون افرادي، هو عمل يعني جماعي، مثل ما كان عم بيذكر معتز انه حتى يلاقي شريكه لحتى ينجحوا فهو لازم يحتاج الى شريك ليكملوا بعض. اكيد نحن التحدي هو عباره عن شخصين، هو تحدي كثير صعب، جينيس كثير صعب، شروط علينا تماما. السنه بتفاصيل كثيره، ومنا يعني انه يكون مخرج واحد على الهواء لمده البث 3 ايام و10 ساعات مو سهل، يعني ولا صحيح. كلمه حتى بتنقال، وايضا يكون مذيع واحد على الهواء بنفس المدة اللي هو ركان الخضري الإعلامي اللي دائما عم نسمع صوته عبر الإذاعات بفيوز
اف ام، وطبعا نوجه له تحيه اليوم. اكيد نوجه تحيه لكل الكادر، وايضا معتز الكود اللي هو مخرج حط بصمته مهمه في عالم الاخراج، الاخراج الاذاعي حتى الصوره والتلفزيون وايضا الفيديو كليبات، فهذا التحدي مهم جدا. بالاضافه هن حيكونوا يعني قدام الكاميرا مثل نحن المذيعات، ولكن خلف الكاميرا في فريق كثير مهم كبير، ابتداء برشا. رشا هي رح تكون المنسق العام، وهي رح تكون ايضا المشرفه على هذا، يعني هي منسق العام بيناتنا، وهي ايضا المشرفه الكامله والعامه على هذا المشروع، لحتى يكون في ليدر واحد قائد المجموعه. حيكون معنا فريق اعداد كثير كبير مكون تقريبا من 20 شخص، مستلمهم زميلنا المعد ادونيس شدود مجهول، ايضا تحيه للكل العاملين. في عنا فريق تنظيم مستلمته ايضا زميلتنا سيدرا، في عنا فريق علاقات عامه مستلمته ايضا زميلتنا كنانة، في عنا فريق تقني مهم بين الانترنت وبين موضوع الكاميرات والامور التقنيه، اللي كمان اي خلل تقني هي شريك داعم مهم مؤثر كمان على نجاح الفريق المصغر ممدوح وعمار، بوجه لهم تحيه. في عنا فريق كثير كبير منهم الاعلام اللي انا يعني عم كون فيه، لحتى نعمل اولا تشبيك اعلامي مع الاعلام المحلي والاعلام الوطني، تشبيك ايضا مع الاعلام الوطني بدول العربيه، والتشبيك ايضا مع الاعلام العالمي، لانه هذا حدث عالمي وبيهمنا اسم سوريا مثل العادي يوصل الى العالميه. ويمكن هي رساله بنحب نوجهها لكل ولكل المشاهدين اللي عم يتابعونا، فعلا يكون في دعم لكم، واكيد بنوجه تحيه لكل فرد بالاذاعه فردا فردا، للجنود المجهولين، لانه اليوم كمان العيد العالمي للراديو، فبنقول كل عام والاذاعات جميعا بالف خير وجميع العاملين فيها. هلا قبل ما نكمل حديثنا مزنا ننتقل لتقرير عن اليوم العالمي للراديو لزميلتنا ماتيلدا كربوج، ونرجع نتابع حديثنا. لكونها الوسيلة الأكثر تفاعلاً وجذباً وتماشياً مع المتغيرات السريعة من حولنا، فقد خصصت اليونسكو يوم 13 من شباط يوماً عالمياً للإذاعة، وفيه تحتفل بالإذاعة وبتأثيرها في حياتنا من خلال طرحها طرقاً جديدة للتفاعل والمشاركة. جاءت فكرة الاحتفال بهذا اليوم من قبل الأكاديمية الإسبانية للإذاعة، وجرى تقديمها رسمياً من قبل الوفد الدائم لإسبانيا لدى اليونسكو في الدورة 187 للمجلس التنفيذي في عام 2011، فأصبح بذلك يوماً تحتفي به جميع وكالات الأمم المتحدة وصناديقها وبرامجها وشركائها، ودعمت شتى الوكالات الإذاعية هذه المبادرة، وحثت المحطات الإذاعية في الدول المتقدمة على مساعدة المحطات في البلدان النامية. ومع اجتياح مواقع التواصل الاجتماعي لحياتنا اليومية وما تقدمه من أخبار، إلا أن الإذاعة بحسب ما يراها باحثون أنها تتميز بقدرتها الفريدة على توحيد المجتمعات وتعزيز الحوار الإيجابي من أجل إحداث التغيير، فالإذاعة باستماعها إلى آراء جمهورها وبتلبيتها لرغباته تقدم وجهات نظر وآراء متنوعة تساعد في مواجهة التحديات التي نواجهها. استطاعت الإذاعة منذ البث الأول قبل ما يزيد عن 100 عام أن تكون مصدراً للمعلومات القوية لتعبئة التغيير الاجتماعي ونقطة مركزية لحياة المجتمع، ومن بين وسائل الإعلام التي تصل إلى الجمهور على أوسع نطاق في العالم في عصر التقنيات الجديدة، لا تزال هذه المنصة أداة اتصال قوية ووسيلة إعلام رخيصة. وفي ذكرها اليوم تسعى اليونسكو إلى التذكير ولفت الانتباه إلى مكانة هذه الوسيلة الأساسية للإعلام والاتصال في المشهد الإعلامي المحلي والعالمي والتعاون الدولي بين مختلف الإذاعات في العالم، حيث ترفع شعارها اليوم لهذا العام أنتم والإذاعة واحد، وهي دعوة لإشراك الجماهير والمجتمعات على نحو أكبر في وضع سياسات وخطط للبث الإذاعي، خاصة وأن الإذاعة تعد في الأوقات العصيبة والأحوال العسيرة المحفل الدائم القادر على الجمع بين مختلف الأفراد والجماعات، إذ تظل الإذاعة في جميع الأحوال والأوقات، سواء ونحن في طريقنا إلى العمل أو المكتب أو المنازل أو الحقول، سواء كنا في زمن السلم أم الحرب، في حالات الطوارئ مصدراً مهماً للغاية للمعلومات والمعارف، يشمل مختلف الأجيال والثقافات وتصلنا بسائر أرجاء العالم أينما كنا.
يعني مثل ما تابعنا بالتقرير السابق للزميلة ماتيلدا كربوج عن دور الإذاعة حول العالم، يمكن دور الإذاعة بسوريا وخصوصا بهذا الوقت صار دور مضاف باعتبار هي عم توصل رسالة بقلب الحرب، فبيكون يمكن حتى هذا التحدي في عليكم كتير مسؤولية كبيرة. شو المواضيع اللي رح تختاروها؟ شو يمكن الضيوف اللي رح يكونوا على أثير الإذاعة؟ إذا بنقدر نعرف منكم شوي. أكيد يعني من خلال هذا التقرير بدي وجه تحية لكل الإعلاميين اللي كانوا لهم بصمة كتير مهمة بالصوت وأيضا بمجال الإذاعي، واللي كانوا أيضا أساتذة لنا علمونا كيف ممكن نتحكم بصوتنا بقدرات الصوت اللي عندنا لحتى نعطي المعلومة صح ونقدر نقرأ الخبر صحيح. ومنا شكلت ذاكرة للشعب السوري مثل صوت الشعب، نوجه لهم كل التحية بالعاملين فيها وكل الإذاعات منا نفوز أفهم، وأكيد على رأسهم مأمون الخضري اللي هو المدير العام وأيضا للإذاعة. الإذاعة مهمة كتير لأنه هي بتشكل ذاكرة صوتية بذاكرة الناس، خاصة بتوصلي معلومة كتير قصيرة بوقت قصير ولكن بتضل بفكر المستمع اللي عم بيسمع، وهي أيضا رفيق مهم بسفرك وأيضا بحالات كثيرة من العمل، فصارت بتحسيها ضيف مرحب فيه دائما بحياتنا. نحن بفيوز أف أم حاولنا يعني 3 أيام وعشر ساعات مدة كتير كبيرة صحيح. فحبينا يكون معنا نخبي من المجتمع السوري حتى في الوطن العربي بضيوفنا الكرام بمختلف المجالات، من سيادة الوزراء حيكونوا معنا، الافتتاح حيكون مع وزير السياحة حيفتتح معنا البث، للختام حيكون في معنا طبعا تنسيق بالمواعيد، أيضا حيكون معنا مشاركة كتير كبيرة من الفنانين السوريين اللي حب يكونوا داعمين لنا بهالفعالية، يعطونا صوتهم يشاركونا، أيضا حيكون معنا مع المطربين رح يكونوا أيضا مشاركين معنا يمكن يعطون شوية حماس لمعتز خاصة بالليل. بالليل يعني حاولنا أنت أكل هم هي الفترة لا في فترة نحن عملنا تيست 48 ساعة، في فترة بين الساعة 3 الصبح لل 6 الصبح عم تكون كتير مرهقة، بس بعد 6 الصبح ليطلع الضوء بتحسي حالك انه رجعتي بلشتي من اول وجديد. حط الفقره الفنيه بهي ادونيس ادونيس اللي بيستلم الاعداد مع كل فريقه، طبعا فريق الاعداد بوجه لهم تحيه عم بيتعبوا كثير، كل الفريق صحيح حقيقه عم بيتعب، مقسمين بين معدين الرياضه الفنيين اللي ايضا اعضاء مجلس الشعب السياسيين، يعني كل فريق اعداد مكون من 3-4 مستلم قسم معين، ولكن يعني ادونيس مجهزهم للشباب كل شيء فني بالليل ليقدروا يكونوا قائمين. يعني خلينا نحكي عن هذا الشغل الجبار اللي عم نحكي عنه، الجهات الداعمة والراعية أكيد في أساس لهيدا الشغل كله، 81 ساعة بدها يمكن تجهيز كتير طويل، في مواضيع أساسية لازم تركزوا عليها كمان من خلال الإعداد لأنه في رسالة، في يمكن عدد كبير من الناس ناطر وحابب يسمع ويشوف. أكيد يعني نحن وقت بنقول جينيس وكسر رقم قياسي ممكن أي حدا يعمل هذا المشروع بغض النظر شو هو المشروع ويمكن يحقق الرقم القياسي أو لا، ولكن وقت نحن بنقول أنه دمشق دائما هي مدينة مبدعة وكانت منذ الأزل هي مهد الحضارات بكافة أشكال وأنواع الثقافة اللي قدمت على الحضارة العربية وأيضا صارت حضارة العالم، فنحن عم نقول أنه دمشق هي مدينة مبدعة وهي إعلانة ضمن المدن المبدعة في يونسكو، أيضا لأنه فيها أكثر من 40 مهنة تراثية فلكلورية حرفية تشتهر فيها مدينة دمشق والكثير من ذلك، نقعد نعدد يمكن صار فعلا عنده المواطن السوري الفكرة الكبيرة عن غنى دمشق بتنوع. طبعا بالضيوف مو بس حيكونوا معنا مثل ما ذكرنا شخصيات مهمة أو فنانين أو حتى وزراء أو حتى أعضاء مجلس الشعب، حيكونوا أيضا معنا هالناس اللي هن بيفتخروا بمهنتهم وأيضا بيأكدوا على دمشق مدينة مبدعة. الرعاة هن الأول والأخير جهد الإعلامي السوري اللي موصل صوته واللي عم يحاول يتحدى ثقافة الموت بثقافة الإبداع من خلال عمل إعلامي بحث. الراعي الإعلامي الإبداعي اللي قالوا أولا فيوز أف أم لأنه هني كفريق مع معتز صاحبين الفكرة لحتى يقدموا كل الجهد ويوفروا كل طاقم الإذاعة استنفار لهذا الحدث، مو حتى استنفار يمكن آلية إذاعة عم بتقدم البث. طبعا نحن عنا متوجه بالشكر لكل مين حابب يدعمنا ودعمنا من الوزراء أو من كل اللي حبوا يشاركونا معنا، أيضا داعم أساسي في الإعلام، الإعلام الوطني السوري الدائم الحاضر معنا من خلال قناتكم، من خلال قناة سما اللي هي الراعي الإعلامي، من خلال الكثير حقيقة من القنوات الإعلامية داخل وخارج سوريا اللي تواصلوا معنا ثبتوا حضورهم، حتى صرنا بهولندا، حتى صرنا بالإعلام الصديق بأمريكا، كله حيبث معنا هوا، حيكونوا معنا بالافتتاح. طبعا التغطية عبارة عن 3 أيام و10 ساعات حيكون منوع ومقسم، ولكن داعم كمان شريك مهم لأنه أنت بالأخير حتى تقدري تعطي كل عمل حقه فأنت محتاجة إلى
سبونسر يقدر يكون معك تمويل قوي اكيد. فمعنا رعاه كثير مهمه، في رعاه لوجستيه حتكون معنا بالدعم حسب المهنه اللي عم بيكونوا معنا فيها، في معنا راعي الماسي هني بهارات الحكماء، هني يعني مصنع كثير مهم بلش يفتح بسوريا جديد وبلش منتج يكون بالسوق، هو للتوابل للحبوب ايضا البهارات، هو راعي الألماسي، معنا راعي ذهبي حقيقة رح أذكر إن إحنا ما أنسى حدا لأنه الرعاة يعني بيزعلوا منا، معنا الراعي الذهبي مطعم المشرقة حيكون معنا دائما، بلدنا نيوز، المجموعة المتحدة، سوبر سبورتيك، إضاءة وصوت الياس عيسى، شركة بيكسل الخدمات البصرية، كمان معنا رعاة كتير فضيين برونزيين ومثل ما ذكرنا لوجستيين، لأنه صدقا بدي وجه تحية فعلا للرعاة، مو بس لأنه هني داعم، هني ناس همهم همنا وايضا قادرين يكونوا معنا بشو بدنا كفريق تقني وفريق عملي وفريق مهني اعلامي ليكونوا معنا بدعم وطني ليوصل اسم سوريا للعالي. اكيد شكر كثير كبير للكل، لانه اي شيء بينعمل ضمن هاي الظروف الصعبه اللي عم نعيشها وظروف الحرب شيء استثنائي هو انجاز بغض النظر حد ذاته. كمان نحن بدنا نشكر ما فينا نعتبرهم رعاه، فينا نشكر اصدقائنا اللي نحن لسه ما بلشنا وعملنا شيء وهن دائما معنا، يعني بمحاوله 48 ساعه انا شفت عالم بالاستوديو فكرت حالي انه نحن عم نعمل جنس، لسه نحن ما عملنا شيء، وصلت هدايا على الاستوديو كمان. فبشكر كل رفقاتنا، بشكر العالم اللي عم تساعدنا حتى لو بكلمه، يعني المهم ما حدا يعني الواحد بيسمع اراء كثير سلبيه يمكن هي اكثر حدا بيحفزنا لننجح، بس هدول الناس عم يعطونا كثير طاقه أكيد. يعني نحن شوي اليوم بدنا ندخل هيك قبل ما يخلص وقت حديثنا بدنا ندخل بتفاصيل يمكن شوي عادة الناس ما كتير بتدخل فيها على الهواء مباشر، هي تفاصيل شخصية، يعني كيف كان تحضيركم هلأ اليوم أنتم كمان زملاء واليوم أنتم ضيوف، يعني في نوع من خلينا نقول تبادل الأدوار عم بيتم حتى بعملك، أنت إعلامية زميلة وأيضا إعلامية على أثير الإذاعة، كيف كان شعورك وانت عم تعمل هذا خلينا نقول التيست المبدئي للتجربه؟ شو حسيت في شغلات مثلا انه قلت يلا رح احضر حالي على هيك وهيك وهيك؟ اعطينا شويه هي التفاصيل الخفيه. يعني هلا تفاصيل خفيه، اول شيء بدي بلش انه انا لازم ما اشرب قهوه لانه بتنيم؟ لا ما بتنيم، انا حدا ما بشرب قهوه، فدقات قلبي كانت كثير زايده. الشيء الثاني لقيت انه نحن كنا مقررين 24 ساعة، عملنا 36 ساعة بس مباشر، انه ما لنا محددين وقت ننهي فيه وكملنا، كيف وقت تكوني انت ملتزمة بموعد انه نحن لازم نعمله فبتكون الطاقة اكبر، خاصة وقت يكون الشيء صار جدي، نحن هون تيست، يعني دائما تيست فيني انسحب وبقول له انه انا مالي جاهز هلا، فكان كثير منيح يعني اثبت انه فينا نعمله، وخاصة ركان، يعني ركان كان كثير حدا متحمس عم يعطيك حافز كثير، يعني نحن بنعطي لبعض هي الشراكة كثير دار نجاح اي عمل، نحن صرنا تقريبا 3 سنين بنطلع برامج مع بعض ففي تخاطر كثير كبير وفينا نعمل كثير شغلات، رح تشوفونا ب 25/2 رح يكون شيء كثير حلو اكيد وشيء على مستوى العالم ان شاء الله. اكيد بنتمنى لكم التوفيق. مزنة انت اليوم كمان مثل ما قالت سلمى مو مذيعة، ضيفة، الشعور بيكون مختلف كثير صعب يحكي، يعني بتبدل انا وياكي اسهل علينا. لا انا حقيقة يعني بفتخر فيكم كزملاء وايضا بفتخر بكل الاعلام الوطني اللي هو داعم حقيقي لنا، على فكرة نحن طموحنا كثير كبير بجينيس، يعني ركان عنده تحدي انه نحن بدال ما نكون 81 ساعة لنكسر الرقم القياسي ممكن نطلع، يعني طموحنا السري 91 فاصلة دقيقة اللي هو اساسا تردد اذاعة فيوز اف ام، وهي دعوة لكل مين عم يتابعنا اليوم يتابعنا على اذاعة فيوز اف ام ب 91.1 ترددنا وايضا عبر الانترنت ليكونوا معنا. حقيقه مثل ما ذكر معتز بيوم التيست حتى لليوم الاسماء اللي عم تتصل فينا نحن حابين نكون داعمين معكم كيف ما بدكم تكونوا، حدكم نطلع حتى معكم كلقاء شو بدكم، نحن جاهزين بدون اي مقابل بس لحتى ندعمكم لنحمسكم، لحتى اذا المخرج او المذيع معتز او ركان يمكن هيك شوي يحسوا بالنعاس نبلش نعمل لكم اجواء بالاستوديو استوديو الاذاعه لحتى اقول لكم مصحصحين لتكونوا معنا، هذا مهم، بتشوفي قديش محبه السوريين لبعضهم، قديش بتحسي كمان كل الاعلاميين اللي معك نحن جاهزين حتى لو ما بدنا نغطي حتى لو ما بس نكون معكم، شو بدكم مساعدات لحتى ننسق بيناتنا، بتحسي انه هو مو مشروع فيوز اف ام او مزنة او ركان او حتى معتز، هو مشروع سوري بحت هي رساله حر وطني، يعني هي الرساله الحقيقيه من اقامه هذا المشروع المشترك بيناتكم،
ضمن ظروف البلد اللي عم نعيشها. يعني نحن السوريين موجودين وبأبسط الإمكانيات عم ندخل موسوعة جينيس، عم نتحدى يعني عم نتحدى، وإن شاء الله نحن يعني بنتمنى الرقم اللي أنتوا حاطينه وحتى رقم 91.1 توصلوا له، وإن شاء الله نحن هيك عم نقول في أمل كبير، وإن شاء الله بنكون موجودين معكم على الهواء مباشر بآخر ساعة، وبتكون هي الساعة 91 أكيد. بدي أشكر وجودكم معنا كتير نحن اليوم على، وبدي أتمنى لكم أكيد التوفيق يا ربي كل الخطوات القادمة. إن شاء الله إن شاء الله نعمل شيء للبلد كتير حلو، وإن شاء الله تربح دمشق عاصمة الإبداع باليونسكو، لأنه ومجرد الفكرة بحد ذاتها هي مربح أكيد للسوريين أنه قدرنا نخطط بظل هذا الحرب اللي علينا. أكيد كمان بدي وجه تحية لكل مين بعث لنا فلاشات صوت من كل الشخصيات والقامات اللي بتعتز فيها سوريا، عم بتكون دعم معنا من الإعلام العربي بكافة البلدان. يعني أي حدا بيتابع الإذاعة بيبلش يسمع الفلاشات من كل البلدان العربية، أيضا من الفنانين، من كل الشخصيات المهمة، من الإعلاميين، لأنه عم نحس أنه نحن بزيادة المحبة عم نقدر نحملهم لمعتز ولركان التحدي الأقوى والهم الأكبر، وأيضا أنه نحن لازم نصمد على الأقل كرمال كل مين داعمنا وكان معنا. أكيد مزنا ومعتز بدنا نتشكركم على وجودكم معنا، بنتمنى لكم التوفيق. تحية لكل القائمين على العمل، تحية لإذاعة فيوز اف ام. الموعد 25 شباط لكل مشاهدينا. أما هلأ مشاهدينا بدنا ننتقل لغرفة الأخبار للإطلاع على آخر المستجدات السياسية بسوريا والعالم مع زميلتي علا أبو خضر. يسعد صباحك علا. يسعد صباحك نور، ويسعد صباح كل مشاهدين صباحنا غير. مشاهدينا نبقى مع موجز لأهم الأنباء بعد الفاصل. أهلا بكم. أفاد موفد الإخبارية إلى دير الزور أن وحدات من الجيش قضت على مجموعة إرهابية ودمرت مستودع ذخيرة للإرهابيين وسيارة مركب عليها مدفع بالقرب من مدرسة غسان عبود. إلى ذلك سيطرت وحدات الجيش العربي السوري بريف حمص الشرقية على عدد من التلال في منطقة جحار خلال عمليات أسفرت عن تدمير آليات لإرهابي تنظيم داعش. وفي درع البلد اشتبكت وحدات من الجيش العربي السوري مع مجموعات إرهابية هاجمت بأعداد كبيرة منازل المواطنين والنقاط العسكرية في حي المنشية. وحدات الجيش تمكنت من صد الهجوم واحتوائه، حيث تركز على محاور شارع السويدان ودوار المصري وجامع بلال الحبشي والجمارك القديمة باتجاه الطرف الجنوبي الشرقي لحي المنشية. جدد الرئيس اللبناني العماد ميشيل عون تأكيده أن حل الأزمة في سوريا سياسي وعبر الحوار، وأن لبنان حريص على وحدة سوريا أرضا وشعبا. ولفت عون في حديث لمحطة سي بي سي المصرية إلى أن الجيش العربي السوري هو القوى القادرة على حفظ الأمن في سوريا، مشيرا إلى أن تعقيد الأوضاع في سوريا هو نتيجة تزايد الأطراف التي تتدخل بالأزمة فيها وفق مصالحها الخاصة. أكد السيد حسن نصر الله الأمين العام لحزب الله أن الحزب يؤيد ويساند بقوة أي وقفا للأعمال القتالية يوقف نزف الدماء في سوريا. وأضاف في كلمة بذكرى أسبوع الشيخ حسين عبيد أن الانتصارات العسكرية الأخيرة في سوريا فتحت المجال أمام مصالحات وطنية واسعة وعززت حالة الأمان فيها. الانتصارات العسكرية في سوريا وآخرها انتصار حلب فتح الباب أمام مصالحات وطنية داخلية في مساحة كبيرة من سوريا، وحولت مساحة كبيرة من سوريا إلى مساحة آمنة وهادئة. هلأ اللي بيقعد بيحضر بعض الفضائيات العربية بتعرفوا من نقعد نسميه بيقول الدنيا خربانة بسوريا. طيب تطلع على دمشق حياة طبيعية، تروح على حمص حياة طبيعية، لدقي طبيعية، طرطوس طبيعية، تروح السويدة طبيعية، كتير من المدن والقرى اللي مش حافظ أسمائها طبيعية، اليوم الحياة بحلب تستعيد طبيعتها وهكذا. طيب والناس عايشين ووضع أمني جيد، وفي بعض المدن في عجقة سير. أنا ما عم بحكي إنه والله بس نقلوا لي، لا، مشاهدات أيضا في هذا الأمر في هذا المجال.
أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن دورية تابعة لحرس الحدود اكتشفت مخبأ يحتوي على كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة في ولاية تمنراست جنوب البلاد. ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن الوزارة قولها في بيان أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي تمكنت من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة خلال دورية قرب الشريط الحدودي بعين قزامة. أعلنت كوريا الديمقراطية الشعبية أنها نجحت في إطلاق صاروخ باليستي أرض طويل المدى وهو من طراز بوكشوكسونغ 2. وذكرت وكالة الأنباء الكورية الديمقراطية المركزية أن عملية إطلاق الصاروخ أشرف عليها الرئيس كيم جونغ أون. في خبرنا الأخير، انتخبت الجمعية الاتحادية في ألمانيا وزير الخارجية السابق فرانك فاير رئيسا للبلاد خلفا للرئيس المنتهي ولايته يواخيم غاوك. وحصل شتاينماير على 931 صوتا من إجمالي 2260 يمثلون نواب البرلمان الاتحادي بوندستاغ، وعددا مماثلا من الأعضاء تنتخبهم برلمانات 16 ولاية ألمانية. وصلنا إلى ختام الموجز، عودة إليك نور. شكرا إليك علا. أما هلأ مشاهدينا بننتقل لفقرتنا الأخيرة مع سلمى، ومن ترشيح دمشق مدينة مبدعة لشو ننتقل؟ بدنا ننتقل لسوريا، بوابة الشمس، وهو ملتقى ثقافي اجتماعي فتح أبوابه أمام المواهب السورية لدعمها ورعايتها بمختلف المجالات الأدبية والفنية والإبداعية. ليكون بوابة جديدة تفتح أمام دعم ورعاية المواهب. أكيد سلمى، لحتى نتعرف بشكل أوسع على الملتقى الذي أقيم في مدينة دمشق القديمة، معنا بالاستوديو الدكتور بهجة عركوش رئيس مجلس إدارة ملتقى سوريا بوابة الشمس. يسعد صباحك. صباح الخير، يسعد صباحكم. بالبداية دكتور خلينا نتعرف منك على ملتقى سوريا بوابة الشمس، الفكرة تبعيتها من وين إجت، تعطينا فكرة أوسع عن آلية العمل فيه، كيف رحت؟ طبعا هو ضمن الحراك العام الثقافي بسوريا وبدمشق بشكل خاص، هناك مجموعة كبيرة من المنتديات الثقافية والصالونات الأدبية. ملتقى بوابة الشمس هو أحد هذه الملتقيات القديمة الحديثة بنفس الوقت. كنا سابقا وقفنا شوي، رجعنا هلأ خلينا نقول بإطلاقة جديدة، بدعم جديد، بحضور جديد متميز، أخذ من اسم سوريا اسمه، لأنه دائما سوريا هي الأساس وهي الحاضن. الشمس هي أحد أسماء سوريا، وسوريا دائما كانت هي بوابة لكل الحضارات، هي منبع الحضارات ومنبع الثقافات المتنوعة الموجودة في سوريا، فكانت سوريا بوابة الشمس. من هون كانت الإطلاقة، من هون كانت التسمية، حتى تتوافق مع الرؤية العامة لعمق الحضارة السورية وعمق الثقافة السورية وعمق المحبة السورية اللي موجودة، لحتى نقول لكل الناس أن سوريا رح تبقى بدفئة، رح تبقى بشمسة المنورة، هي دائما مدخلنا إلى كل العالم سواء العربي أو العالم. طيب دكتور بهجة، خلينا نحكي الهدف الأساسي من الملتقى هو دعم المواهب الشابة السورية بكافة القطاعات والمجالات. نعم. خلينا نحكي الجوانب الأساسية أو النقاط الأساسية اللي ركز عليها الملتقى. طبعا الملتقى يعني مبارح كان إطلاق الأول له، مثل ما تفضلت ست سلمى قبل شوي، فيما يتعلق بدعم كل المواهب الأدبية الثقافية العلمية الإبداعية التراثية، ليس فقط الفنية. يعني دائما الملتقيات الأخرى كانت تركز على الحالة الأدبية حصرا، لكن نحن في ملتقانا أنه حيكون الوجهة أوسع شوي وأشمل، في يعني كتير حنركز على الحالات الإبداعية، حالات الاختراع، حالات الثقافية، الحالات الأدبية الشعرية بكل اتجاهاتها. طبعا هذا الدعم بده يكون حصرا متوافق مع الأخلاق السورية ومع عمق التاريخ والحضارة السورية. كل ما يتعلق من إبداعات ضمن هذا الاتجاه نحن كملتقى معنيين في دعمه، ومن خلال شريك كتير مهم على الأرض الوطنية السورية اللي هو تجمع سوريا الأم، اللي كان راعي وحاضن لهذه الفكرة بما يحمل من قيم وأفكار وعمق ثقافي، أنه نحن لازم هالحالات هي نركز عليها، نأكد عليها، لحتى نقدر نوصل
لجيل وطني فعلا منتمي لهذا الوطن، منتمي للفكرة، منتج ومحب للمعرفة. هذا هو الهدف الأساسي والمهم جدا لملتقى بوابة الشمس. طيب دكتور، خلينا نحكي شوي، يمكن بكل الملتقى شمل عدد من الجوانب مثل ما حكينا، فنية، إبداعية، اختراع، أدب. خلينا نحكي شوي، نفصل مين كان فيه مثلا شباب موهوب بالاختراع، أو شو الشيء اللي تقدم بالملتقى، شو شهدته، خلينا نقول نماذج مبدعة. أنا خليني أقول شغلة، مبارح كان هو حفل الإطلاق وليس ملتقى بكل تفاصيل، تمام التقديم يعني، لكن التقديم هي فقط أن مجموعة عندنا حوالي 15 أو 16 فقرة سيتم دراستها وسيتم وضعها، وهي موجودة ويعني مهيئة بشكل مطلق كحالات إبداعية على مستوى الشباب بالشعر، بالشعر الزجلي، بالإبداع، بالاختراع حقيقة، بالموسيقى، بالستاند أب كوميدي، بالحديث عن التاريخ السوري، الحديث عن حتى الفعاليات اللي عم تصير للآخرين. يعني نحن ما لنا معنيين فقط بفعالياتنا، هي حالة إظهارية لكل فعالية فعلا تكون تصب في مصلحة الوطن، في مصلحة المحبة، في مصلحة إظهار الثقافة السورية، الحضارة السورية بكل أبعادها. مبارح يعني كان هي مجموعة من الفقرات البسيطة اللي هي تعريفية، خليني أقول مشاركات. كان حضور مبارح أنا بعتز بوجوده، مع حضور سياسي، ثقافي، شعري، أدبي، كتاب، شعراء، فنانين، رجال أعمال. يعني هذه الشريحة اللي شفناها مبارح اللي كانت حاضرة بهذا الملتقى بتقول قديش فعلا سوريا هي ولادة وهي حاضرة. كتير جميل لما تشوفي الأب وابنه حضرانين، يعني باختلاف الأجيال عم يحضروا حالة ثقافية معينة. هذا الشيء اللي نحن بنعتز فيه وبنفتخر، وإن شاء الله أنه حيكون استمرارية هذا الملتقى باستمرارية سوريا، لأنه أخذنا الاسم من سوريا وسوريا باقي لا يمكن أن تموت. وهذا الملتقى إن شاء الله سنبقى بشكل دائم باستقطاب كافة هذه المواهب حتى نقدر نمارس رسالتنا من خلال هذا الملتقى. طيب دكتور بهجت، بعد استقطاب هاي المواهب خلينا نحكي عن الفترة التالية، يعني بيتم استقطاب مواهب مبدعة سورية، في استمرارية لدعم المواهب، شو هي المرحلة الثانية لإلهم؟ هذا المهم لكتير. سؤالك مشكورة جدا عليه، أنه فعلا نحن نبحث. أنا مشان هيك أشرت إلى الراعي الأساسي تجمع سوريا الأم، أنه هو فعلا مقدم نفسه لحتى يكون أي حالة إبداعية ممكن نشوفها، ممكن نتبناها، ممكن ناخدها. أي حالة لأنه دائما بيتم تسليط الضوء بس ما في استمرارية، مش مهم تستمر. نحن أساسا بتجمع سوريا الأم أخذنا فكرة الرؤية القادمة وليس السابقة. يعني دائما النظرة للأمام، النظر إلى المستقبل، وبالتالي أي حالة إبداعية بدك تشوفيها أو أي موهبة إذا بس بدك تسلطي عليها ضوء يعني وما تعملي لها شيء فأنت ما عملتي شيء. لكن مثل ما حكينا من خلال الحضور اللي عم نشوفه المتنوع، هو السياسي ورجل الأعمال والمثقف والأديب، عم يشوفوا هالحالات فممكن يستقطبوها بشكل كتير كبير وممكن ياخدوها. وفي يعني أكثر من وعد من أكثر من جهة أنه لما نشوف أي حالة مميزة رح يكون في استقطاب، إن كان كاتب، إن كان شاعر، إن كان فنان، إن كان مخترع، إن كان مبدع، إن كان حتى نحن بالمهن التراثية. يعني في عنا حالة كتير متميزة وفي عنا مشاريع صارت جاهزة إن شاء الله في المرحلة القريبة القادمة بالتعاون ما بين الملتقى والتجمع حتى نؤدي واجبنا تجاه إظهار المهن التراثية وإنعاشها. لأنه كتير من المهن التراثية مثلا بدأت بالانقراض بسوريا، مع أنه هي من الحالات الإبداعية اللي كل دول العالم لحد الآن تستقطبها. فلذلك كان لابد من الإضاءة عليها وتهيئة السبل في إنجاحها وإعادة يعني ولادتها من جديد. خلينا نقول هي موجودة لكن بدأت تضمحل، فنحن كان لابد أنه نبدأ كمان أيضا
بالإضاءة عليها وتسليط الضوء عليها لحتى نظهرها، هي جانب من الجوانب اللي احنا عم نحكي عنها. نعم. بما يتعلق بسؤال. نعم. طيب دكتور بهجت، خلينا يمكن ننوه شوي، نرجع لكل يمكن يلي عم بيتابعنا اليوم، كيف بيقدر يكون متواجد معكم بالملتقى كمشارك، او حتى اذا بده يقدم نفسه باي مجال من المجالات، باعتبار الملتقى مبارح كان حفل الافتتاح، يمكن لكل يلي ما سمع لسا او لكل يلي ما كان حضران، كيف بيقدر يتواجد؟ هل في صفحه لكم ايضا على الفيسبوك؟ هل مواقع التواصل الاجتماعي ايضا منصه ممكن حدا يشترك من خلالها؟ تمام، شكرا كمان لسؤالك. طبعا التواصل رح يكون فيه له اكثر من اتجاه. في عندنا صفحه على الفيسبوك باسم ملتقى بوابه الشمس، ممكن مجرد اكتب بوابه الشمس رح يطلع معه الملتقى. في عندنا صفحه تجمع سوريا الام، وفي عندنا موقع تجمع سوريا الام. الثلاثه هدول هن عباره عن مواقع تواصل دائم ومباشر ومستمر للتواصل مع مجلس إدارة الملتقى أو التجمع لحتى يقدم نفسه بالطريقة اللي بيحب يقدمها. وبالتالي في عنا لجنة أو في عنا مجلس إدارة بيتم اختيار المواهب وباختيار الفقرات اللي حتكون في كل ملتقى. طبعا بحب نوه عفوا أنه الفقرات ما رح تكون كل ملتقى نفس الفقرات تكرر بشكل دائم. يعني اليوم يمكن يكون بهذا الملتقى يكون في عنا 5 فقرات أو 7 فقرات، يمكن الملتقى الثاني يكون في عنا فقرات مختلفة ومتنوعة حتى يضل المتابع متشوق، ما يكون هو حالة روتينية ومملة. بالتالي إذا التواصل عن طريق هذه الصفحات ممكن يفوت عليها، يكتب تجمع سوريا الأم كموقع أو كصفحة فيسبوك، وملتقى بوابة الشمس كمان صفحة فيسبوك، حيلاقي الإعلان، يعني الإعلان عن الإيفنت، المشاركة، يشوف كل شيء عم يصير معنا بالملتقى. وبالتالي هي دعوة لكل اللي عم يشوفنا اللي حابين يشاركوا بالملتقى. بالختام بدنا نشكرك الدكتور بهجت عكروش رئيس مجلس إدارة ملتقى سوريا بوابة الشمس، نتمنى لكم التوفيق ولكل المواهب السورية المميزة اللي عم تظهر رغم كل الظروف، فشكرا كثير لك. شكرا لكم، شكرا لاستضافتكم الكريمة. شكرا لك دكتور بهجت. وأكيد نور اليوم حلقتنا كانت مميزة بكثير من الحب والشغف السوري عبر ضيوفنا والمحطات اللي سلطنا الضوء عليها. الإبداع السوري المتميز. تماما الإبداع المتميز. وأكيد نشكر كل مين تابعنا بمحطاتنا الصباحية لليوم يلي وصلت لنهايتها. بنتمنى تكون فقراتنا حملت بعض الفائدة لكم وكانت قريبة من المواضيع يلي بتهمكم وسلطنا الضوء عليها. وأكيد راسلونا على كل جديد على الفيسبوك صباحنا غير. وأيضا تحية دائما وأبدا لجنود الله في الميدان أبطال الجيش العربي السوري، وتحية أيضا لكل مين كان على السماع عبر كثير إذاعة فيوز اف ام. أكيد نوجه تحية سلمى إليك ولكل مشاهدينا ولكل مستمعينا. مشاهدينا حلقتنا لليوم وصلت للختام، تحيتنا الدائمة بالبداية والختام لرجال الله في الميدان، رجال الجيش العربي السوري، بكم النصر يولد من جديد كل يوم. إلى اللقاء. باي باي.